تتوالى مساعي الجزائر لتعزيز تواجدها في أسواق غرب إفريقيا عبر البوابة الموريتانية بتنظيم قافلة جديدة لتصدير المنتجات المحلية في مبادرة ضمت 28 شاحنة نصف مقطورة. من المنتظر أن تقطع مسافة تقارب 4000 كيلومتر على مدار 11 يوما. هذه الشاحنات التي ستجوب صحراء الجزائرية وصحراء الموريتانية لكي تصل إلى موريتانيا ثم إلى السنغال بعد تقريبا 10 أيام إلى 11 يوم، وهذا تحدي وهذا دليل على شجاعة ودليل على وطنية هؤلاء السائقين والمرافقين الذين سوف يتخطون الصعاب من أجل رفع أرقام التصدير الجزائرية. وبالتالي فأعتقد بأن هذه القافلة هي الرد على من كان يعتقد بأنه سوف يبث فينا الرعب والخوف من عدم التصدير. وبالتالي أثبتنا اليوم بأننا نحن أهل التحدي. القافلة ستمكن من تصدير 480 طنا من المنتجات الجزائرية الموجهة إلى السوق الموريتانية. كلكم تعلمون جيدا بأن التصدير أصبح مهنة، التصدير أصبح شيء ضروري بالنسبة للاقتصاد الجزائري، وبالتالي وجودنا في هذه العملية ما هي إلا إشارة منا، إشارة من السلطات العمومية على بقائنا ودوام عملنا من أجل العملية التصديرية. القافلة ذاتها تضم 3 شاحنات ستتجه إلى العاصمة السنغالية في إطار مشاركة الجزائر في فعاليات الطبعة 29 لمعرض داكار الدولي. المعرض الدولي لداكار الذي سينظم إن شاء الله عن قريب، والذي سوف تشارك فيه الجزائر ب60 عارض، وبالتالي هذه البضائع التي أرسلت اليوم من أجل مشاركة في هذا المؤتمر. مبادرة جزائرية أخرى ترسم لتوجه جزائري متصاعد نحو الأسواق الإفريقية بإقرار مزيد من الخطوات الملموسة في اقتحام أسواق تمثل أكثر من 300 مليون مستهلك.